كل بود بودية وسير كجاشان ديك الصومالية عبد القادر محمد نور الجامع ويسكن وحوليه هاي وحلقوا أصية مجال هذا مقدشو دوت كديجل أو مريفلك قام بيجارين شواري إن لقوا أصو مجال هذا بيدبو قبل كباي ستيت كميلان أن مقدشو لقوا أصين سداسي قام كجارين بقول كيف سجاشن لما جرناي لكن وحي أبضن تاي إن ديجل يمرفلها وقت كادو معني أس كبروفيسور شواري إن لقوا أصو قبل كباي بس لكن دال فربضن بيوضان دم الجديد لما يقان السبب تبروفيسور شواري أي أدونيان إن لقوا أصو مجال هذا مقدشو أن لقوا أسين بيدبا ما قبل كباي ويل ودلي بروفيسور شواري أيها هدا معني سو هدلي وحاو أمر كديبي إن أبيهيس فرنجير لقليو مركا وقوه الرئيسة إسلا مركا أنا إساقا وإمانا يو مقالة مقدشو أبيهيسنا أنا الدولاد آسي كرين قبرقا أن لقين كرين إلا إي إساقا وقعانتي سكو بارتو ويل كاسي وحالي روا نختر وحو يري اسبتال وما بهني قلب وما بهني وحيجي أنا لا إيمانها يا دي بدنا كلا إيمانها يا أبهاي ميت كيسي أنا جا يا بارنا يا ما يشاسي وحكا عط شكي وين إنه تشرو شكي جنا وحاسي حوجنا يا بروفيسور جواري إنه صنحانون صنعين تشرو وصن قبين سيدا ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن أي حقي جنا يسو لبدي الظهر نمو كدب إن لجسو بودي تاسو كينيسا شكي شكي وحا كلو سي أتكينيا إن هبين هوري وسيرا كترسن كوحدة دم الجديد إن أي لفريستين بروفيسر جواري شر أي لقاتين كدبنا حنون كان يعني دق دق أه قف كماركي سو حنون سنكرا سيد عادة إيتا بني آدم كا قف البنو ودمان كرا لكن شكي وحا كان وحا وي كلنك وسيرة الدم الجديد يا بروفيسور جواري جيريديسي وحبا أمر دحينين يا دو حسن شيخ محمود يا جواري اسكو دعين سيدان هرأي دنكو قشاقني دم الجديد اسمان دافين وي اقدم به مركا قوليه الدم الجديد صوبت اي اقوات كيسان ايان جواري ان لغو آسان مقالة مقدشو اسلا مركا ان لو قادين قبل كباي ميت كيسي شك فربضان أي نلسي يو آد المدوبي و آد أقود دالي حسن شيخ محمود إن حمر لغاسو عبد عسيس لفتا قرين يو دولد ديسو وحي يرادين مقالة بايدابو وإن لكينا بروفيسر جواري ديگان كاسونا أود شي معمول قبل يديادا حسن شيخ محمود آد المدوبي وحي ليهين لماان آسك جواري مامول قبلات يدا وإن أي حمر كاكس وقايب قلان ماشا سيو حاسوق ليس عبد عسيس لفتا قرين وحسن شيخ محمود أي إصدقالين حالي سيدان هران إذن كوكو شاقي إن لقو رادين أيو معنى اللي يري حمر إماو ديدي إن لقو رادين أيو معنى ميت كبروفيسر جواري مركا لا آسيو هدي حمر لقاديقو حسن شيخ محمود أيد المدوبي وحيكو أتكيسان أيان إن لغو آسو جواري مغالة مقدشو تعصيدنا مقدشة اللي سوغو يمادو رمان مامل قبالاتيه دا سياسيين تا وحقراتكا صوماليات دل إيدبادبا لكن وحا تاسيدي دن ديجل أو مرفلي وليبنا وحا سيدي دن عرورتا او دالي بروفيسر جواري او قاركود ماركي سي دل كدباد دي سيكو مقن او تلمامي إن ماركي سي إلاي يمادان أبود أن لا أسكرين لغونا آسيو بيدابو ميلكرا أن لغو آسينين مركورتا جواري ميت كيسا الله إسكو هايستاهدنا حالد دا ميل عرس بي مريسا بروفيسر جواري عوض التلاقات بو كجرا أما فرنجير بو كجرا وماركي سي قبو إلهي هون حريستو وحالد دا كتاقن هدى صوماليا مقدشو ديجل أو مرفلها سياسيين تودا يوحقرت كودا دمان ماركي سي وي فرديان هدا يجونا قوان بيقاتين إنان لغو آسكرين مغالة مقدشو سواشي سويدين تلو حاوي
دولة الصومالية دم الجديد أيه جامين أيسو محاق صبي إن أي سو استعكتو شواري لقوما آسي كرمال كلي حمر كلي لقو آسايا صوت وامحي شواري وحو ديدنا دستور كان وحلقة بدلا حسن شيخ محمود الدستور كإن لبدلو الربي يقول لي دستور كاسن وحا أقري يوتي قضي محمد ديري هداد أكتين هدي كلابا دولة دي محمد عبد الله فرماجو يا دولة كلا أشري ضد مسؤولين أي جريو ذي دل يدبده أو ماركيس الصومالي أسر شقيقي قف لغو خصبي إن لغو عاصو مجال هذا مقدسا ما تشرين قف قبل بالله قاعدة يهدي لا يراد ميت كأهل كإيرادان لقد دي ذي ما تشرين محا قصب كره حكومة حسن شيخ محمود إن شواري ماركيس أو أرد شيء دجل أو مرفلة deegan kiisi in loo qaado oo lagu aasamxay u diidan tahay why su'aashaas iyada ah waxa weeye waa su'aal shacabka Soomaaliyeed aynu weydiineyno hadii la fihi ku jiray iskoola bulshiya oo qaar kood markaysay qabiil ahaan la yiri hal laga saaro gobolaha loo qaado sida Caabud Waaq iyo Balanbale maxaa diidaya professor Jawaari isagana in lagu aaso ماشي دد كيسو يا عرورتيسي إيه الكيسو أي ربان محي قدد جينيان دم الجديد آسكا بروفيسر جواري وحي دونيان إسلا عاوبا إن لا آسو أي ربين دم الجديد لكن ويل أودالي بروفيسر جواري يا إهلك أياكو أتكايستي إنان هرطة بريل آسي كريمبا إلا إيو ميت كاسي باريتان لغو سمايو مركا شكي وين باجرا هران نوحا دم الجديد أي أخارجيان نن با سوور كبروفيسر جواري سو سارتي وحو ليه ولالو مرحوم ككحشو ادير كان و دنتي اسو دعيه اما كا امس هي اني معايي مرك معني بروفيسر جواري معايي نن كان بروفيسر جواري سو قاطي سوركيسي محمد عثمان وطو ادوغ ما هويه كو وصا حني هوي ما معني ادو سارنتاي لان انا رنتي سو شيغنا واي جواري هديل و دنتي شكي بان كاقبنا دي ويلكيس او يري والا اي باريا وهوية اني ديلين لوغا شكي سيهي محاد ادوكو ماركي سيه معنيه حلقا موسى ادو اللي دهي محاد فرتاقن كاس او ديگي جواري سور كيسان او وادتا مركا اي هوب ديگلي مرفلا داتا اينا هوية اكو وصا ديگا حدي ديگلي مرفلا ادنا هين حوية سور كجواري اسو قادتي جيجي مري دي باتاي دمير ملب سيداتاي مركا we cannot accept قفك دو جيريودو isagoon waxba loo dhimin baa la baari kara iska badhaaf jawaari oo hadda laga shakisan yahay qofka caadiga ah duu geeriyoodo waa la baari kara wuxuu dhigi kara ehelka hal ii baaro xaq buu u leeyahay nin dhan oo professor ah oo digli mirifla u dhashay oo macni qaamuskii Soomaaliyeed ah adeerkan uu dhintay hal loo duceeyo yaan laga hadlin horyaad damul jadiid lama aamino qadiija maxamed diiriyay dileen farxaan qaroolay dileen aminay dileen ikraam bay dileen saraakiil farabadan bay dileen dad farabadan baa ku maqan sinaba uma aaminaa anigu macnaheedu damul jadiid sidaasi awgeed waa la baaraya hadii wiilkiisa uu yiraahdo la ii baaro anaga digli mirfla ayuu naga dhashay jawaari waa loo baaraya sida aad u tiri looga aamuso ayaan uga boodnay waa loo baaraya ana ku dhahay jawaari aan la baarin ماركيس لا آسي ما يو أنا أقول له هاي أديكي أدن مدوبنا يجامع إسكو مد باتين هوية أياد أورنتين نكاسي ماشا جواري سور كي سوق عطيو وحنساس أولا يهي معنيه بروفيسر جواري عوضا ماركي ماركيس مانتي لما شديس أن كهدلني وأدن مدوبة إذا عبد وسوي استاجي عند هني أدن مدوبة وحديدني يهي جواري إن بيدبلغو آسو aadan madoobe daqiiqada kor hadda anuu i hadal hay ninkan uu nagu dhagan yahay Soomaalidu uu nagu diray digil iyo mirflo ugu diray markayse Ilaahay ha iga qabto aadan madoobe ay habaaray aniga anoo inta fadhiyaan oga inaan sheego ma rabin laakiin waa sheegaya anigana waxaan leeyahay aadan madoobe iyo kuwa lamidka ah iyo Cabdiqaadir Nuur Jaamac Ilaahay digil iyo mirflo ka qabto iyo Soomaaliba كو ديغلي مرفلا اي كنولان لايين واكواس واكو اي كنولان لايين هاد دكورنا ويل ديغلي مرفلا او بكول كسو جيدا معني او عيدا مضا تامع توغن نمكو قري انتالا غلبحي اور كجرتا يوغان دي احيد
أيو إذا عاد أنت صفر يستوى بينو يري ويل كاسي ولا باراي وحنون صدي وركجرت وركجرت اللي قلما بحن مركا أنا جا نوع عاسي نما متلي كران أنا جا نوع عاسي وين ردي بيسا حوي دي جينا دقاجينا يان دتك نوع عاسي ورك ما قادنا ينو وريا بروفيسر جواري محنون سنين لبدي الظهر نما مانتكور هل مرة لجوسو بودي مدة كله جواري مركو معني لجوسو بودي أم بلاصة لجوسو قادي هي صوتي جيت كما أركي سمعني النقص كيسقو كل الجيه هي معنى يجيك اللود دي صوت اللي يري ماركيس وباري ناي ما بين شيء ناي جيك ماركيس جواري تشيك بوينت من لود دي ميا اسبيتال كي يردميري ميلا دو ان لو ودان رجينيا امبلاستا معنى باريتان اللي جلين معنى جيك جامعة انت لها نفط ما كاغا بخدي مسا كاغا ما بخين ما نين دن او غدوميه بارلمان فيدرال سوماليات ومعنى أمبلاس سارن وحالات على critical condition كجرا محاج جيتك جام كدقي محاج جيتك اللي وجود ديدي محاج معنى باورت ولا باريا جيتك معنى ما مريس أمبلاس أمبلاس جيت لقى جوسنا يقولي جمار تدي have you ever seen أمبلاس جيت لقى جوسنا يمارك روح أصدنا نوجنا أنا مركز على هذا كأمس أما أدعي سيدي إن لعائي أو كلام مرحومك ما عينين أي حق يسان رادينا إنا نوع عاصينا إنا يكون لعضو قفل بو صوماليا ديدنا ما يش عاصي مقدبا كجرة أما إسكيها أوغيريودو أما يوسان أوغيريون إن لبارا سحن وحي لدك دقا إيانا يقبان نبي محمد وحير ميت كهل لددجيو دوغتان كيسي لكن دم الجديد ميت كدوغتان كيسي إن لددجيو إلهي درتيس كماهن قضي جا محمد ديريه يددجيين إذا عضاه إن لغا شاك شاكي ديدين إيقا خارجي شك بان كقبا هبين هوري ايي لفريستين دم الجديد تواري وسيرة حسن شيخ محمود با لفريستي دم الجديد كقوقو عيا تواري اي حسن شيخ محمود ويسكو دوايين مركي هوري لكن بليه اقودن باي ويكالا دقاقين دستور كمركو تابطي اي ماركي سي ارنتي باي دبو ادو سمرهب ايي كسو كالا دقالامين تواري اي حسن شيخ محمود ها marka waxa laga gubanaysan qabta waxba duugduugaysan waxa duugduugaysan waa sheegayna that's why duugta aad ugu diidantiin in gobolkiisa lagu aaso that's why baaritaanka aad u diidantiin that's why markaysa professor Jawari markaysa naqaska labada duurnimo wixii ka dambeeyay marka lagu soo booday ambulance-tiisi wadada laga xirtay ah adama fahmaysa marka waa ognahay waxa soo dhan marka aadan madoobe waxaan leenahay waxba soo habaartamin ah إلهو إيجا قبكاس وحبار دين أنا جا وقت إيجا بحاجة حق درنا كم تاجني حق بان كنت تاجنا فهمت عن شيء جينا صديقين بانا دقلي مرفلة أديجا هور تاجن نينك دقلي مرفلة عنك معني دقلي مرفلة إنا بربريو أو لفت جرين ماشى عنك قادو نينك عن معني لفت جرين ماشى كذا ساري واي وانك كان يا عاو دنا كنت عايزي وانك دقلي مرفلة قد دراية نينك معني نهاية بعد هذا أدن مدوبو مختار جيس عداد نحيسو مختار جيسي او طليع عيدا مدى حوق الصومالية اللو مقع عابر ربو مركي معنيه ادوان ماشا لقا قاضي حسن شيخ ورقد مركو قرأي نيكو ريستاقي باطاي ويلك اكاديميقا تركيقا وحكوسو برطاي او ماركيس معنيه ديقلي يمرفلي او داشي وليبا بكول كسو جيدا او اسكو جفاهو ستيين معنيه نين لفتاسا وحبا ايمان نقونا يدر هديد ورنيه وحاسد باتا مدوبو الهي ومده كاور ليحيو أنا ما أنا ما بقول لا يبي لا يكسر هنوني هذا المدوب هنون دب ما بقول لنا صابت هاي تهاي توني ترابورة تعلق تالوجي هاي صابت هاي تتي عبد الله يوسف تعلق تالوجي هاي ما أعرف إيش معنيه حد أنا مدة أدي جيسال لوجي هاي إلهي ومضها كاهر ليه يا هذا المدوب هدي إلهي هنون وسن كل الدونين أدي جي شامع يمختار روبو يكو إذنك إذن لمدة إلهي ومضها إذن كاهر ليه يو صومالينا قطر بكتين digli aw mariflana qatar ba ku tiin wariya jawaari iska badhaaf qofka shacabka duu geeriyoodo xaq wuxuu u leeyahay ehelka inuu yiraahdo la baaro waashki isagoo shakiina waa loo baari kara isagoo shakiina waa loo baari kara waxaan ku boorinayaa caawa digil aw mariflan meel walba uu joogo wariya nin culus ba idin ka baxay soomaaliya qof culus ba ka baxay jawaari waa in la baara jawaari farba ku jirta waa in la baara there is a suspicious demul jadid minoyin waxay keenan halkaas leeg guriya lagu xiro baabuurta lagu xiro waxay keenan sun qofka macnaheedu lagu buufiyo oo sidii barafoon oo kala odara ah
oo ma arkaysa macni baabuurta madaxda loogu buufiyo qolalka xafiisyada loogu buufiyo oo qofka dawaqo laba maalmood maalin saddex maalmood kadib qofka wadnaha uu istaagaayo naqaska uu ku dhagaayo waxay u egtahay qaabka jawaari uu geeriyoodayna naqas naqasa ku dhagay waa stabtii Khadiija Maxamed diiriye there is snake in the grass ha kii hadda soo hadlay jawaari sawirkiisa watay car ma soo hadlo car ha car soo hadlo car car waxa soo qoro ما soo qori karo maxaa yeelay warka aan ku hadlayno waa xaqiiqo wuxuu doonayaa gashaanti aamuska lagu meeriya inuu na aamusiyo doon war dhigeena boqolka maraya caawa ha maba noocaas maba nala dhig karo wallahi inaan shaashada ka soo dhaxbacayays we can't accept ilaahay ha u naxariisto laakiin jawaari waa in la baaraa jawaari oon la baarin hadii la duugo digil aw miriflo waxaad ogaataan qoom jira ma tihiin meeshaan shaki weyn baa jira ninkan isagoo fayow damuljadiid wasiiradiisa markay la kulmeen dastuurkaanu diidanaa naqaska hal mar kusoo booday hal mar naqas kusoo booday waa lagu soo booday ninkan haye haddana ambalaastii marka la saaray jidka laga goostay dhexdu ku dhintay haddana caawa waxaa la soo dhajiyey macnii meydkiisa bay dhaba looma qaadaayo xamar bas lagu aasaaya ma waxay rabaan sidii ma arkaysa macnihii saraakiisha qaar ay sameeyeen intay macnihii godka marka lagu hubsado la fiisa ay la soo baxaan ay meel kale geeyaan may rabaan si aan looga daba bixin oon loo baarin ha la baaraan leenahay wadooyinka xasan sheekh maxamuud isagoo dhuumasho jabuuti ku aaday hadda wadooyinku way xiran yihiin waxayna u xiran yihiin loo badinayaa xasan inuu soo galo in la sugaayo waa la fadhiyaa guriga jawaari sarkaal maqan ma leh cid maqan ma leh dhammaan ma arkaysa macnihii digil aw mirifle dal iyo dibad taleefanadu waa online hurdo ma jirto damuljadiidna intaa lagu aasaabay leeyihiin waxaa weheliya kuwa digil iyo mirifle u dhashay aadan madoobe iyo jaamac ayaa meelaha boodboodaya maya intaan ku aasaynaa waa u tacsiyadaynay beer jileec ay muujinaya waa beentood marka waxaan qabaa wiilka professor jawaari dhakhtarka ah fikradda uu keenay waan la qabaa aabahay frinjeer hala ii geliyo mana laga hadli karo ilaa iyo berri aan soo gaaro cisbitaal la geyn maayo meel kale la ii geyn maayo anaa gacantayda ku baaranaya waa nin ilaahay waxbaray waa ku qanacsanahay yacnii waxa laga waayo ama ha laga helo laakiin ehelka macnihii meydka waa in go-aanka gaarista duugista iyo goobta ay leeyihiin goormee meyd aan iska dhacnaa waxay tahay dowladda mas-uulka ka noqonaysa qof walboo geeriyoodo ee dhahaysa intaa lagu aasaa inta ma lagu aasaa iyo kan la fiis ha la saaro gobol ha la geeyo kanna caasimada lagu aasaa ee gobolkiisa lama geyn karo goormeen noqona annagu ma arkaysa macnii dabaajiriin ryaa xag la geel macnii wax dambiil lagu qaado ka weyn jawaari macnii wax bay dhaba laguma aasaayo maxamara lagu aasa lagu murmo wuu ka weyn yahay laakiin nasiib darraa dhacday cawada in ma arkaysa macnihii jawaari la siyaasadeeyo meydkiisii la yidhaahdo ma arkaysa xamara lagu aasayaa duugtana xamara laga dhigaaya ha iyadoo lagu gaadaayo lafta gareen iyo siyaasiyiin kale oo la rabo xamar haddana in lagu laayo darood aadan biid bay naga dileen oo geesi oo digli iyo mirifle haddana sidaasi waxay doonayaan aadan soronsoor iyo lafta gareen iyo xasan cabdinuur oo kenya ay ku ugaarsadeen iyo raggaasi markay yimaadaan inay laayaan bay doonayaan maxamed dheeray naga dileen wadnahayna jareen indhahayna tireen war dadkan nimayo digli miriflow haddaad wax fahmaysaan iska qabta meydka familkiisa go-aanka ka gaaraya not xasan sheekh maxamuud not aadan madoobe not xamse cabdi barre not dowlad meydka waxaa iska leh ehelkiisi sida diyada ehelka uu leeyahay meydka iyagaa iska leh haddii qof lagaa dilo diyada adaa leh ama qisaasta adaa leh ama cafiska adaa leh marka ma meydkiibaa lagu murmaayaa caawa jawaari xamara lagu aasaa iyo baydhabaa lagu aasaa now marka ciyaartaasaa socota waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo xasan sheekh maxamuud iyo turkigii way isdagaaleen sacadihii ugu dambeeyey maxay isku dagaaleen turkiga waxay kula ballameen xasan sheekh maxamuud in uu afkiisu haysto inta wadahadalka macnihii uu ka dhammaanayo maxaa yeelay xasan isagaa la hadlay qadar turkigana la hadlay hadda heshiiska waxa weeye turkiya in lagu qabto dowladda etoobiya iyo dowladda soomaaliya ee xasan uu hogaaminayo marka turkiya shuruuddeedu waxay ahayd warniyow inta wadahadalkan uu socdo etoobiya waxa ka sheegin
adigu afkaaga hayso xasan sheekh maxamuud afku ka falaya mar wuxuu leeyahay Itoobiya bad baan siinaya mar wuxuu leeyahay Itoobiya futadan xabada ka gelinayna isagiyaba ma arkayse wareersan xasan sheekh maxamuud turkidii marka waxay dhahayn neew anagu dad baan toogtoogeynay oo adiga aan ku toogtoogeynay maanta ma ka akhrisan karno in ma arkayse aan noo soo jeedisid maanta ka ma akhrisan karno in aan noo soo jeedisid wixii aan ku dhahnay in aad diiday oo macnaheedu Itoobiya wax ka sheegina aan ku dhahnay waa ka sheegtay wada hadalna waa ka rabtaa neew kuma meesha rabtay aaday dhaneyo we cannot accept you kuma ogolaan karno marka xasan sheekh maxamuud xaalkiisa meeshaas uu maraya nimankii turkida isaguna macnihi way kala tageen salaam aleekum calaykum lugayo inna la raajicun allah u xariisto professor amiin ilaahay uu naxariisto laakiin leo waxaan ku soo darsaday warkaada waxaa ninkaasan ka xanuunsana waxa uga xanuunsanahay lafiyo la bixinaya ku hore duugoobay ninka xagga lagu duugay ma lagu duugoobay lahe laakiin su'aashaan ku weydiinay su'aashaan ku weydiinay waxay tahay raali noqon ma wax yar aniga sababta iga jawaab ninkaan la fiyay dadka ma la istaalo oo loo qaadaya bulxa loo qaadaya cabud loo qaadaya gaalkacye xagga lagu duugaa meeshan dadku way leeyihiin way maxaaba loogu diidan isaga in macnihi bay dhaba lagu aaso hadda waa gubaysi gubaysi meeshaan waxaa idiin fadhiyo odigan indhaha odigan odigan calmaha ka oy xaaska oo indhaha guudara almadoobaha iyo ninkan la yidhaahdo tiktok yaa u tabagaray mayland in la gumaysto in la dhibaateeyo dadka ay xilka lasoo siiyey oo u dhaarteen bay ceel ku rideen ninka almadoobaha konton doora hadii la yidhahdo madda iskul waana imaanka alla ka qaaday xaasa cid kasta oo hal door wadu aad u xaraashay aad iyo aad نعم walaalka isaga waxaan u maleynayaa qadka waa uu ka go'ay ee ma arkayse walaaliyaal ee waxaan rabaa inaan magaalada muqdisho ku noqdo runtii ma arkayse caawada muqdisho way kacsan tahay waxaan isku day wariyaha la fiyaa la bixinaya la duugay la tan sanakor ninka caaw meesha yaalo hadana bari la soo qaaday xagga la gelin isag halo aadan waa kula socdaa aadanow waa kula socdaa hadal halo halo abo waxaa ii sheegtaa bas ninka dadka la duugay baa lasoo bixiyey asaga meesha kaloo la gelaya ma xabar kale la gelaya xabar dad looma ogole kusoo isdaba dhigo marka waxaa kuwaba warkaadu ha noqdo waa dadaalaysaa oo dadka indhaha kala qaadan leedahay laakiin dadkaanu waxaa haysto awood rabaaliyad ilaahay cirka ooga keenay dadkaan ma aqaana amarka ku dhacay oy wax la arki laa yihiin meesha moryaan baa qabsatay maafia oo qabiil kasta qeyb laga wataa qabiil kasta waxaa laga wataa 20 qof oo dhuuna qaatayaala oo haddii caruurtooda iyo hooyo la dilaaro aan u dhahaynin sababta ay tahay ninkaas waayeelka oo soomaali usoo shaqeeyey oo caanka oo la yaqaano in meeshiisa loo qaado in la diido waxay ceeb ku tahay koonfur galbeed bay ceeb ku tahay lafta gareen bay ceeb ku tahay aadanmadoow bay ceeb ku tahay sababta ay tahay nin walba wuxuu ceelka ugu jiraa gurigu ka yimid adiga marka ceelka waxa in kugu jiro kuwa ceelka in ku sii ridaaye inay waxay u qabtaan mar kasta waxa lagu dulaya barow waxaa la dilaya madaxdiinni waxaa lagu waxaa nool maaha nool maaha ninka aadan madoobaa kursiga wuxuu kasoo halay wuxuu ka saaray koonfur galbeed maanta itana asiga baa dhibaatayn ku hayo war ninka adinkaa dhasheen oo aad kursiga kasoo qaatay meesha kasoo qaatay aan laga ridi karin soo 7-iyo-dhowrka xildhibaan oo koonfur galbeed ma dhihi karaan ninka annagaana doonaa anaguna naga dhashay anaguna ceel lagu riday waa kala noqonay rabitaanka iyo aqoonisti ma dhihi karaan adiga baa la kala laaluushay nin walba meel balbadax loo geliyey war gaajo mayro soomaalino soomaali meesha u weyn bay leeyihiin waxay isu duleeyeen war daarood nimanka gaama ku qaaday maxamedo waa sexra nin kaliya waa sexray nin kale yidhaa meel buxirtay saciid dani waxa muuse meel buxirta adinka maxaa ka dhiga soor nacunahay oo dadka shashata ingeliya adinka dadka u ciidan badan adinka u dal ballaaran adinka u askar badan maxaa ka dhiga maroodi maroodi waxaa markuu dhinto yaalta qawidiisa ma maroodi baa tihiin ilaah baa ku dhaarsay maxaa aqligii ninka qaaday inta u dhexaysa afgooy ila kasbaa leedihin meesha udqal badan baad leedihin labada kalood baad leedihin
بينما حلي الحمر كقول حن نور درب تيلا بلكي أو كاماسن واي أسكرت أركي وإنها كان جلسون جو تبينه إلى أفجوي إن عاوية بلق